بسم الله. عندنا اكتيف ايزوليت ستريتشنج للظهر، نقعد كده تمام. بصوا بقى في النص الدماغي بظهري من فوق، واحد اتنين، طبعا 5 تكرارات تمام. هفرد رجليا، هفرد رجليا شوية وهعمل واحد، احاول اقوص ظهري، اتنين، تلاتة، 5 تكرارات برضو في مجموعتين. بعد كده هاتني رجليا شوية، واحد اتنين، 5 مرات في الجنب ده و5 مرات في اللي هو تويست او روتيشن، بعمل دوران بظهري للجانب الاخر.